السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ألقاكم دائما في أحسن الأحوال. معكم حنان فلوغ. صراحة اليوم بوصفة جديدة، غادي نصوب كيك لماما لعيد الميلاد ديالها. اليوم عيد الميلاد ديال الأم ديالي الحبيبة ديالي عويناتي، كنقولها عيد ميلاد سعيد ويا ربي تخليك لينا، وإن شاء الله نشوفك ديما فرحانة والله يقدرنا باش نردو لك ولو شويه من داكشي اللي كديري علينا، الله يخطاك علينا ماما الحبيبه ديالنا. شكرا لكم بزاف خوتي. وبالنسبه للناس اللي التحقوا بالقناه ديالي جداد، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدام كنبغي نقول لكم الدار داركم ومرحبا بكم حتى نتوما كذلك. المهم نشوف المقادير على بركه الله. غادي ندير كيكه ديال طبقات لا كريم. دابا غادي ندير لا جينواز، غنوريكم شنو غنحتاج ليها. على بركه الله عندي 5 ديال المعالق ديال الحليب، يعني هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كاملش، تقريبا 4 كاس. كذلك 5 المعالق ديال الزيت المائده، 5 المعالق ديال السكر سنيده، 4 ديال المعالق ديال الدقيق، بيضه، معلقه ديال الكاكاو المر، جوج صاشيات ديال الخمارات حمر، وصاشيه ديال الفاني. وهنا خديت البول اللي غادي نخلط فيه الخليط ديالي، درت فيه قبصه ديال الملح. غادي ناخذ بسم الله البيض ديالي، بيضة ناخذها، غادي ناخذ سنيده 5 المعالق، غادي نخلط البيض والسنيده كتشوفوا، وديك القصه ديال الملح مزيان. حتى تحاول تذوب لينا السنيده، غادي نزيد 5 ديال المعالق ديال الحليب، نزيد 5 ديال المعالق ديال الزيت، صاشي ديال الفاني، غادي ناخذ الدقيق ديالي بالتدريج، غنحاول انني نغربلو. ضروري البنات هذه المرحله مهمه انكم تغربلو الدقيق ديالكم، ضروري باش كتصدق معنا الكيك ديالنا. يمكن لكم انكم تستعملوا 4 ديال المعالق، ويمكن لكم انكم ما تستعملوهمش، يقدر انكم دوك 4 المعالق تخليو منهم شي شويه، لاننا عندنا الكاكاو وخمارات تقدروا على حسب الدقيق وصافي. ناخذ الخمارات ديالي كذلك، المهم انا غادي نكمل الخليط ديالي ونرجع معاكم. بعد ما خلطت خوتي خواتاتي الخليط ديالي ديال الكيك، خديت المول ديالي درت له ورق ديال الزبده، وغادي ناخذ الكيك ديالي راني شاعله ديجا الفران باش يسخن ليا
وغادي نردو نديرو البنات هاد الكيك هذا في الفران. بسم الله غتردو معاه اللبان مزيان لانه كيجي طبقه خفيفه ماشي بحال الكيك اللي كيجي نغلاد، لان هذه غير لاجينواز ديال الكيكه ديال الطبقات. انا غنردو اللبان مزيان معاه باش ما تحرقش لينا. ثم خوتي كنحط كنديرو باش يتقاد ليا في المول، قادو مزيان وغادي ندخلو الفران. ومن بعد ان شاء الله بعد ما يطيب نرجع لكم باش نحضر معكم الطبقه الثانيه ديال الكيك. وبالنسبه للطبقه الثانيه خوتي غادي نحتاج لا كريم شانتي، غادي نحتاج كاس ديال الحليب يكون بارد. منين كتبغيو لا كريم شونتي ديالكم تطلع ليكم، من الاحسن البنات انكم ديروا الحليب بارد. هانتوما كما كتشوفوا راه بالثلج ديالو، وحتى لا كريم شونتي درتها شويه في الكونجيلاتور باش حتى هي تبرد باش طلع ليا لا كريم ديالي مزيان. عندي 50 غرام ديال الشوكولاط الاسود ومعلقه ديال الكاكاو المر. غادي ناخذ المول ديالي على بركه الله. بسم الله غادي ناخذ لا كريم شونتي يلاه. هي ديجا كتكون فيها واحد النسبه ديال الحلاوه، ما غاديش نزيد انا السكر حيت عندي الشوكولاط وهي تكون فيها السكر، ما غاديش نزيد انا السكر. غادي ناخذ كاس ديال الحليب، عفوا نقول لكم الماء، كاس ديال الحليب بارد. بسم الله غادي نبدا نطرب، غادي نطلع لا كريم ديالي ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. من بعد ما اختي طلعت لا كريم ديالي شونتي، انتم كما كتشوفوا ها هي كتخلي لنا داك المنقار يعني كنعرفوا انها طلعت لنا لا كريم. غادي نزيد الكاكاو، غادي نخلطو كذلك ونرجع لكم. كيف ما كتشوفوا خوتي من بعد ما طلعت لا كريم ديالي درت زدت عليها ديجا ديك الكاكاو المر. غادي نزيد دابا الشوكولاط الاسود 50 غرام، غادي نبدا نخلط بالتدريج. خصكم البنات تخليو الشوكولاط انه يكون شويه بارد باش ما يذوبش لكم لا كريم ديالكم، يعني يذوبوه على قبل. غادي نستمر في التحريك ديالي، نخلط الشوكولاط مع لا كريم شونتي ونرجع لكم. هي الطبقه الثانيه ديال الكيك ديالنا بعد ما درناه بالشوكولاط. ان شاء الله دابا غنديرها في الكونجيلاتور مده ديال نصف ساعه ونرجع معكم باش نوجدوا الطبقه الثالثه ان شاء الله. ودابا اخواني هذه الطبقه الثانيه غادي نحتاجوا 50 غرام ديال الشوكولا البيضاء من بعد ما ذوبتها بهذا الشكل هكذا، ذوبتها في حمام مريم. وغنحتاجوا جوج علب ديال دانيت ديال الكراميل. غادي ناخذ هاد الشوكولاط الابيض غنزيد عليهم جوج علب ديال دانيت كراميل.
غادي نخلطو وغادي نحتاجو لا كريم شانتي كيف في الطبقه الثانيه حتى هي وغادي نطلعها ونزيد عليها هذا الشوكولا وهذا الباميت هذا لكن ده قبل ما ندير الطبقه الثالثه غادي ندخل هاد لاصوص هادي اللي بالشوكولاط والباميت ديال الكراميل ثلاجه تبرد عاد ان شاء الله غادي نطلع ثاني لا كريم شانتي للطبقه الثالثه نتوما كنحتاجوا على لاصوص هكذا ديال الكراميل الشوكولا البيضاء ندخلها للثلاجه تبرد على ما نطلع لا كريم ونرجع معكم ان شاء الله ودابا خوتي خواتاتي غادي ندوز للطبقه الثالثه غادي نحتاج لا كريم شانتي غنحتاج كاس ديال الحليب بارد والشوكولا البيضاء ودانيت ديال الكراميل اللي قديت انا وياكم غادي ناخذ لا كريم ديالي شانتي بسم الله غادي ناخذ كاس ديال الحليب بارد غادي نطربها نطلع لا كريم ديالي وغادي نرجع لكم ان شاء الله من بعد ما نطلع لا كريم دابا من بعد ما طلعت لا كريم ديالي ديال الطبقه الثالثه غادي نزيد البنات هاد الكراميل اللي انا ديجا درتو الشوكولات الابيض ودانيت كراميل غادي ناخذ هاد النسبه غنخلطها ونرجع معاكم دابا غادي نقادو الطبقه الثالثه فوق الثانيه نبدا نتاوج الاكثر غادي ناخذ هاد الطبقه هادي بسم الله نحاول نحط هاد المعلقه بالشكل هذا بهذا الشكل هكذا غنبقى نسرح هاد لا كريم ديالي نحصل على هذا الشكل هكذا تنبقى نساوي بالمعلقه ديالي ولا بالسباتول اللي عندكم انا ترسات لي ديك السباتول الصراحه كتساعد في الخدمه المهم بهذا الشكل هكذا وندخلها الكونجيلاتور مده ديال ساعه باش نوجد الكلاصاج ديالي اللي غادي نديرو فوق هاد الطبقات انا نخليكم نعاود نرجع لكم من بعد نقاد الكلاصاج ديالي وبالنسبه للكلاصاج ديالنا اخوتي غنحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده معلقه كبيره ديال النشا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر وجوج فلون ديال الشوكولات وكاس ديال الماء مورسو ديال الشوكولات شحال ما كان عندكم يا مورسو صغير اولا كبير ماشي مشكل اولا تقدروا انكم تستغناو على الشوكولات فهاد الكلاصاج هذا وبالنسبه للنشا يمكن لكم انكم تعوضوه بمعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض هذا الا ما كانش عندكم النشا غناخذ الكسرونه ديالنا على بركه الله بسم الله غادي نحتاج معلقه ديال مازينا غنحتاج معلقه ديال السكر سنيده كذلك حتى الكاكاو نواشي الكرمين وندير الفلون ديال الشوكولا ديالي باش نخلط النواشي كاملين
درنا واش هذا الشكل هذا باش يتخلط ليا كاملين هذا الشكل هذا. غادي ناخذ كاس ديال الماء قبل ما نحطهم على النار نخلط مزيان غادي نشعل النار ديالي وغنديرو على نار مهيله وغنبقى مستمره في التحريك لان كيف ما كتعرفوا مايزلان وداك الشيء كيلصق لينا في القاع ديال الكاسرونه ديالنا. من الاحسن اننا مستمره في التحريك مزيان مزيان باش ما نخليوش حتى حاجه تلصق لينا في القاع ديال الكاسرونه. خليكم ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. هانتوما بعد ما طاب ليا الكلاصاج ديالي حبيباتي غادي نزيد مورسو ديال الشكلاط غنزيدو وغادي نطفي على البوطه باش نخليه يبرد ليا مزيان ونزيدو على الكيكه غير يدفى ليا شويه ونزيدو على الكيك ديالي وندخلو للثلاجه او للكونجيلاتور ياخذ واحد المده ديال ساعه ولا ساعتين ما اكثر باش يشد ليا ان شاء الله يتماسك ليا القوام ديالو يجي هو هذاك. نتوما خوتي جبت الكلاصاج ديالي خليت شويه دفى شويه وجبت الكيك ديالي من الكونجيلاتور غادي نحاول اني بسم الله نصبر بشويه باش ما ندوبش لا كريم ديالي هكا نقادو بهذا الشكل هكذا وندخلو الكونجيلاتور شي ساعة ولا ساعتين باش انه يتماسك ليا ويشد راسو ان شاء الله. بعد ما توجد غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هذه هي الكيك ديالنا خوتي خواتاتي نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم كتجي بهذا الشكل هكذا